الاستقامة على طاعة الله عز وجل لا تكسب بشيء أعظم من الأخذ بأسبابها، وأولها وأعظمها الدعاء. ولذلك كان من مما علم الله عباده أن يسألوه الهداية. ففي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان بين السجدتين يقول: اللهم اهدني وارحمني وعافني واجبرني، فكان يسأل الله الهداية. وفي دعاء القنوت علم الحسن كما في السنن أن يقول: قل اللهم اهدني في من هديت. فهذا كله يدل على أن السنة لمن يريد أن يهتدي ويستقيم على طاعة الله عز وجل ويثبت عليها أن يكثر من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من سئل وخير من رجي وأمل. وإذا كان الله عز وجل أكرم مسؤول فاسأله أفضل المسائل وأحبها إليه، فليس هناك مسألة أعظم من سؤال الله عز وجل الهداية والصلاح والاستقامة على طاعة الله. أما الأمر الثاني مما يعين العبد على الاستقامة وطاعة الله عز وجل المعرفة بالله عز وجل. والمعرفة بالله سبحانه وتعالى تهدي القلوب، فإن العبد إذا عرف لمن يهتدي ولمن يستقيم ومن هو رب الأرباب وملك الملوك ورب العالمين وجبار السماوات السبع والأراضين إله الأولين والآخرين الذي يستقيم له. ولذلك تجد من يستقيم بالمعرفة بالله عز وجل التامة الكاملة ليس كمن يستقيم بمعرفة ناقصة، فتجد الذي يستقيم بمعرفة كاملة تامة يستقيم استقامة قوية كاملة تامة بتوفيق الله عز وجل، لأنه يرجو الله صدق الرجاء ويخافه صدق الخوف، وهذا من أكمل ما يكون في الاستقامة. والذي لا يعرف الله بأسمائه وصفاته المعرفة التامة الكاملة يكون دون ذلك بقدر ما نقص من معرفته. المعرفة بالله عز وجل من يستقيم وتعرض عليه الشهوة التي ينتكس بها قلبه لا يمكن أن يلتفت إليها إذا كان قلبه عامرا بالمعرفة بالله عز وجل. ولو أنه استقام على طاعة الله وانصبت عليه فتن الدنيا كلها وهو يعامل الله ويستشعر من هو الله الذي اهتدى لسبيله ومن هو الله الذي تفضل عليه بالهداية سيحتقر كل شيء سواه، لأنه لن تجد فتنة من الفتن تعرض عليه إلا وقد عرفه الله حقيقتها وبين الله له سببها وطريقها، وأنها طريق الشيطان وأنها طريق الخذلان. فهو بمعرفته الكاملة بالله يعلم أن الله أصدق القائلين، ويعلم أن الله أعدل، وأن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وأن الذي أخبره من هذه الشهوات والفتن أن مآلها وعواقبها وخيمة، فلا يشك في ذلك مثقال ذرة، وكل هذا بفضل الله ثم بالمعرفة. فإذا به يحتقر جميع ذلك. تأمل إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف أن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده أنه ما ترك عبد شيئا له إلا عوضه خيرا منه، أتراه يفتن؟ كلا والله، ما دام يعلم أنه لن يترك شيئا لله فسيقف يسأل نفسه عن أي شيء أمامه: هل هذا الأمر أمرني الله أخذه أو أتركه؟ فإذا أمره الله بتركه ولو كان أموال الدنيا كلها وهو عنده اليقين بالمعرفة بالله أن الله سيعوضه خيرا منه تركه بنفس مطمئنة قوية ثابتة، والله عند حسن ظنه. ولذلك تجد عند الصالحين الصادقين العارفين بالله عز وجل من أهل الاستقامة من الأخيار من العلماء وطلبة العلم المتمسكين بدين الله تجد عندهم من الثبات والاستقامة على طاعة الله ما لا تجد عند الجاهلين بأسماء الله وصفاته، نسأل الله السلامة والعافية. ثم هذه المعرفة بالله عز وجل إذا قويت روافدها على القلوب وانصبت على الأفئدة وعلى الصدور اطمأنت وانشرحت وازداد إيمانها ويقينها بالله عز وجل. وأعظم شيء تكمل به المعرفة القرآن،
ولذلك جعل الله في القرآن من ثبات القلوب واستقامتها ما لم يجعله في غيره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجعل الله فيه الذكرى، وجعل الله فيه الهداية، وجعل الله فيه الرحمة، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى ومنه. فمن أكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن والبكاء عند سماع القرآن والتأثر بسماع القرآن كملت هدايته وكملت استقامته، ويكون تأثر الصادق، تأثر العاقل الواعي الذي يعي عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك كان بخير المنازل عند الله عز وجل. جعل الله منفعة القرآن وخير القرآن وبركة القرآن على قدر تعظيم العبد للقرآن، على قدر ما تعظم من كلام الله عز وجل تنال بركته وخيره. ولذلك تجد الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أعظم ثباتا واستقامة وخيرا وبركة من القرآن ممن هو دون ذلك. من الناس من إذا سمع القرآن نسي ما حوله، لأنه يعيش مع آيات القرآن فكأنه في نعيم الجنان وكأنه في جحيم النيران، فإن سمع بنعيم الجنة طار شوقا إليها، وإذا سمع بجحيم النيران صعق كأن زفير جهنم بين أذنيه من خوف الله جل جلاله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فليس هناك شيء يغذي القلوب بالمعرفة بالله عز وجل مثل القرآن، ولذلك جعل الله فيه ثبات القلوب على الاستقامة. فإذا كانت قصص القرآن تثبت القلوب فما بالك بغيرها. والله تعالى يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فثبات الفؤاد وثبات القلب بالقرآن، كثرة سماع القرآن. ولذلك الشخص الذي يستقيم على طاعة الله يوصى بأن يكثر من سماع القرآن مع التأثر، فهو طب الأرواح وطب القلوب وبهجة النفوس وانشراح الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، أن يكون عند الإنسان كتاب قبل أن ينام يقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، نقول قبل النوم، في وقت تستجمع فيه أفكاره، ليس عنده مشاغل دنيا ولا شيء، وإلا في كل وقت يقرأه، يلتمس أفضل الأوقات للتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقل أن تقرأ شيئا من سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة إلا خشع قلبك وانشرح صدرك واطمأن فؤادك. إذا كان الله يقول له عليه الصلاة والسلام وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإذا ثبت الله الأفئدة وفؤاد نبي عليه الصلاة والسلام بأنباء الرسل فكيف بأنباء خيرتهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. قراءة السيرة والتدبر بقراءة هذه السيرة، قل أن يمر عليك بلاء في استقامتك إلا ووجدت له في السيرة شاهدا ومشهدا. قل، لكن تختلف الأسماء، تختلف الأزمنة، تختلف الأشكال الصور، وإلا بجميع أنواعه من سراء ومن ضراء سبقنا عليها عليه الصلاة والسلام. فلذلك من يقرأ السيرة قراءة المتأمل المتدبر يجد ما يعالج به همه وغمه. إذا قرأ السيرة قراءة المتدبر المتأمل، الانتكاسة كيف تأتي؟ تأتي بالجهل بالله عز وجل، وتأتي بالجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءته فتنة من الفتن وعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت قلبه بكتاب الله وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى شاهدا من شواهد هذه الفتنة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بكل شيء حتى في فراشه وعرضه عليه الصلاة والسلام. فهذا كل سلوى. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم هو والي المدينة وهو ولي أمرها وهو الذي ينزل عليه الوحي، ويقف عدو الله ورسوله عبد الله بن أبي بن سلول المرجف المنافق رأس الكفر، يقف ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبحان الله، عاش عليه الصلاة والسلام بين أصحابه
ويوصف بكونه أذل وخصئ عدو الله. هذا يدل على أنك إذا عشت في استقامتك والتزام، جاء من يقول هذا درويش، هذا ضال مضل، هذا فيه ما يخطيه، لا تبالي، ليخرجن الأعز منها الأذل، سطوة بالباطل. إذا امتهنك إنسان بلونك أو حسبك أو نسبك أو وظيفتك أو مالك، ما من شيء إلا وتجد في السنة شاهدا ومشهدا. حتى جذب رداء عليه الصلاة والسلام وأثرت حاشية الرداء في رقبته عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت المهانة لنفسك أو وجدتها في طاعة الله ومرضى، تعزيت بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدتها في شيخك، وإذا وجدتها في أبيك وأمك، وجدت شاهد من شواهد السنة، فلا يزيدك إلا صلابة، ولا يزيدك إلا تمسكا، ولا يزيدك إلا ثباتا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فإذا كان نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يتعزى بموسى عليه السلام، فكيف بنا ألا نتعزى به وبموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمقصود من هذا أن مما يثبت، وذلك الانتكاسة لا تأتي غالبا إلا بالجهل بالله عز وجل، وأيضا قلة المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله ثم والله، ما مررت بأمر في سراء وضراء إلا وجدت له من السنة شاهدا ومشهدا. علمه من علمه وجهله من جهله، لكن تختلف الصور والأحوال. قل أن تجد تقرأ السنة مرات وكرات إلا قامت أمامك شاهدة على كل شيء. إن نعمت عينك أو أوذيت أو ابتليت أو ضاق عليك الحال، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه الدنيا حتى ربط الحجر على بطني بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. مما يثبت على الاستقامة والهداية. ولذلك حتى لو حصل للإنسان خوف في ماله ونفسه وأهله، تذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم معه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فتقول: كما زلزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزلزل، وإذا صبر فلي فيه أسوة حسنة وقدوة حسنة بأبي وأمي صلوات الله وسلم. فلذلك لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالذي يحرص على قراءة السيرة وتدبرها والتفكر فيها بخير من الليلة، لا تنم إلا وقد قرأت شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة المتدبر المتأمل في نفسك ومالك وأهلك وولدك وفي كل شيء يعطيك الله إياه، حتى في العلم. قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حتى إذا تعلمت شيء تقول: علمني ربي ما لم أعلم، وكان ولم يزل فضل ربي علي عظيما. إذن ينبغي للمسلم إذا أراد الثبات على الاستقامة، ولذلك لما استبدل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القصص والأخبار من سيرة غيره، حتى ولو كانت من سير السلف الصالح ومن سير العلماء والصلحاء، فإننا نأسف لفوات الأكمل. حتى تجد البعض الآن في الدعوة يشتغل بقصص المعاصرين والمتقدمين، ولو أنه أخذ موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف من مواقف السيرة لاهتزت القلوب، ولربما بقي هذا الموقف في النفوس دهرا عظيما دهرا طويلا لما عظم الله به سنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذلك تجد الذين يشتغلون بالسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعظون بها ويعملون، أعظم أثرا وأكثر بركة، ومن استقام عليها أعظم ثباتا. كذلك أيضا تجد أن من أسباب الانتكاسة ضعف الاستقامة، فتجد البعض يستقيم لموقف معين أو لحادثة معينة، فإذا زالت آثار هذا يموت أبوه فيستقيم، ثم تموت أمه فيستقيم، ومن يستقيم إذا مات أبوه، فإذا ذهب حزن الموت رجع كما كان، ولربما رجع أسوأ مما كان والعياذ بالله، انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخر. ومنهم من يستقيم لأنه أصابته كارثة في ماله، فإذا صلحت أحواله رجع إلى ما كان عليه، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. فإذا أردت أن تبين للناس الهداية والاستقامة، أن تكون استقامتهم لله وهدايتهم لله لا بالعواطف. ولذلك تجد بعضهم إذا جاء يجلس عند القصاصين والمخبرين بالأخبار والقصص يستأنس،
ويجلس على استقامة، فإذا جاء الجد وجاءت عوازم الشريعة نكص على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. الضعف في الاستقامة سبب في الانتكاس، أن يستقيم لحوادث وأسباب محدودة، أو يستقيم بطريقة ليست كاملة، ليست على سنن الشرع، مثل الاشتغال بالمضحكات والملهيات وبقصص الأحياء عن قصص سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا لا شك أن له أثرا كبيرا، وهو يؤثر في الاستقامة ويؤثر حتى في طريقة التزام الإنسان. هذه كلها أمور مهمة جدا في الاستقامة، من أعظم الأسباب التي تورث الاستقامة وتثبت العبد إلى يوم القيامة وتكسبه مقام الصلاح لا خزي فيه ولا ندامة، أن يحرص على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وبين الله سبحانه وتعالى أن كل من يعمل لما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه أن الله يثبت قلبه ويثبت فؤاده. يا هذا الذي استقمت على طاعة الله، إن عرضت عليك الشهوة أو عرضت عليك الفتنة فاعلم أنها عدوك اللدود، وأنها مثل مال السكين من اللمعان إذا أصاب اللحم. صلح قرين السوء للقرين كمثل صلح اللحم للسكين. فيجد الإنسان هذا الشعور في نفسه أن هذه الفتن والمحن تقطعه عن أعز شيء وأعظم شيء، وأنها لذة ساعة وعذاب دهر، فعندها يستقيم الاستقامة الصادقة. حتى لو عرض عليه الموت بينه وبين الفتنة لا أثر أن يموت ولا أن يفتن في دينه من قوة الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم: كان يؤتى بالرجل فيقام المنشار في مفرقه على أن يترك دينه فلا يتركه، ينشر نصفين من قوة استقامته للحق واتباعه لدين الله عز وجل. فهذا كله من توفيق الله عز وجل. يحرص الإنسان على القرين الصالح لأن الله يثبت به القلب. ولذلك قال الله عن نبيه موسى: اجعل لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإذا أردت أن تثبت تبحث عن قرين، لا تبحث عن الجلوس معه عن أنس. تصحب إخوانك من طلبة العلم ومن الأخيار لا لأنهم يضحكون ولا لأنهم يفرحون ولا لأن فيهم أنسا، ولكن لأنهم أقرب لله وأتقى لله. فتجد أحدهم غنيا والثاني فقيرا، وتجد الفقير من المبكرين إلى الصفوف الأول، الصائمين الذين لا يفوتهم صيام السنن والذين لا تفوتهم حلق الذكر. فيهوى قلبك هذا العابد على ذاك الغني الذي إذا جلست معه أنس فأصبت خير الدنيا والدين، لكن تؤثر خير الدين عند هذا الذي إذا جلست معه ذكرك بالله وثبتك على طاعة الله وقوى عزيمتك لله وفي الله. ما يبحث الإنسان في قرناء الخير في الاستقامة عمن هم أضعف وأقل منفعة له في دينه على حساب الدين، يقدم مصالح الدنيا على حساب دينه. كلا، المستقيم الصادق الذي يريد أن يثبت الله على استقامته يبحث عن من هو أتقى لله. ولذلك يرى الرجل مطيعا لله لمرة واحدة فيحبه في الله، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله عز وجل حتى أحب في الله وعاد في الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. حلاوة للإيمان، معناه أن الاستقامة تمكنت من القلب، فإذا أصبح لا يقرب إلا لدين ولا يوالي إلا لله وفي الله، يحب بحبه ويبغض ببغضه ويعادي بعداوته، فذاك ولي الله. أوثق عرى الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الحب في الله، فلا ينظر إلى جمال صورته ولا إلى جمال مخبره، ولا لأنه إذا سافر معه أنس بحديثه وطيب كلامه، ولا لأنه إذا جلس معه أذهب عنه أحزانه. يبحث عمن إذا جلس معه ذكره بالله مخبره ومنظره، يبحث عمن
يعلم أنه أتقى لله وأرضى لله يرجو رحمة الله بحبه والقرب منه. ولذلك أحب الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم بعضا، ولم ينظروا إلى المال، ولا ينظروا إلى لون، ولا إلى حسب، ولا إلى نسب. كل هذا من أجل قوة الإيمان في القلوب. فينبغي لمن يريد الاستقامة والثبات عليها أن يبحث عن القرين الصالح الذي إذا ذكرت الله أعانك، وإذا غفلت عن الله ذكرك. إنا أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فإذا رآك على تقصير في الطاعة وجدته مهموما مغموما، كيف تزداد طاعتك؟ ومما ينبغي التنبه له ترك كثرة الشكوى. وينبغي للإنسان إذا كان في استقامة وطاعة ألا يكثر من الشكوى، لأن الشيطان يتخذها سبيلا له للانتكاسة. فتجد بعضهم تكون عنده نواقص، فيقول أنا أنام عن صلاة الفجر، فيأتي ويقول لصاحبه هذا إنه ينام عن صلاة الفجر، ثم يذهب للثاني ويقول إنه ينام عن صلاة الفجر. وهذا من استدراج الشيطان له، حتى إذا نشر ذلك بين أصحابه قال انظر، هؤلاء ينظرون إليك أنك مضيع لدينك، مفرط في طاعة ربك. وهكذا إذا ابتلي ببعض الفواحش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. ولذلك تجد بعضهم ينتكس بتسلط الشيطان عليه، منهم من يأتيه الشيطان فيقول له اشتكي لأخيك، فلا يزال يشتكي لهذا وهذا، والأمر المشكلة أنه يشتكي لهذا فيقول له العلاج فلا يفعل، ثم يذهب إلى آخر ويقول له نفس العلاج فلا يفعل، ثم يذهب إلى الثالث. ما شأن هذه الشكوى؟ إذن أصبحت هتكا لستر الله على العبد، وفيها مغزى من الشيطان أنه يريد أن يوصله إلى درجة. ولذلك الشيطان يحرص على قضية في المستقيم، وهي أنه يريد أن يحطمه من نفسه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يأتي إلى الشخص ابتلي بالعادة السرية أو بشيء في سره، ويأتي ويقول له خذ على نفسك العهد بالله أنك ما تعود، فيأخذ على نفسه العهد بالله، وإذا به يأتي فينكف عنه عدو الله اللدود، فيبتعد عنه فترة، وإذا به في نشوة الإيمان ولذة الطاعة، فيأتي ويقول له بإذن الله لن تعود إلى ذنب، هيا عاهد الله، فيأتي ويأخذ عليه العهود والمواثيق، وهو يعلم أن هذه الفتنة استحكمت في قلبه، لأنه ليس عنده روافد إيمانية يعالج بها هذه الفتنة. فيأتيه ويخدعه بالعهود والمواثيق، فلا يزال يأخذه بعهد ثم عهد، ثم يقول له انظر إلى حالك. المعاهد لله الناقض لعهده من أهل النفاق، وقل أن تسلم له استقامة، ثم يحدثه عن حال الذين نقضوا عهودهم مع الله، فلا يزال يحطمه حتى ينتكس والعياذ بالله. وهكذا هذا من هذا في حاله حينما يبتلى ببعض المعاصي، فيشتكي إلى هذا وهذا. خذ بالسنة، وهذا كله بسبب الجهل بالعلم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المستقيم على طاعة الله عز وجل يفرح بنعمة الله عليه وخير الله وجميل صنعه وفضله لديه، تعظم دائما نعمة الله. وكيف تقهر الشيطان؟ إذا جاءك شعور في نفسك أن استقامتك ضعيفة، وأصبح هذا الشعور يبكي العين ويخشع القلب، فتنطلق بعده إلى حلق الذكر وإلى إقامة الصلاة وإلى التبكير إلى الصفوف الأول وإلى صيام الاثنين والخميس وشهود حلق الذكر، فنعم الشعور. أما إذا أصبح هذا الشعور يقود إلى الإحساس بأنك لست مستقيم، وكل ما جاءك إنسان من إخوانك أنا والله عندي ضعف وعندي فتور وعندي، هذا ليس لا خير فيه، هذا مما يعين على الانتكاس والعياذ بالله، لأنه يحطمه في نفسه عدو الله، ثم يبدأ بصورته عند إخوانه. تأمل إنسانا حديثا بالاستقامة أو لا علم عنده، يجلس بين قوم يحس أنهم كلهم قد فضحوه أو كلهم قد اطلعوا على عورته، كيف سيستقيم وكيف سيثبت وهو ضعيف الإيمان؟ فينتبه لمزالق الشيطان، وينتبه لمزالق الهوى والردى، وبالأخص أنه إذا صحب قوما يصحبهم على ما يعينهم ويعينه على ذكر الله عز وجل. فإذا ابتلي بشيء في سره أخذ بالسنة، ثم بعد ذلك جلس مع إخوانه معينا لهم على طاعة الله، مشمرا لهم على مرضاة الله، ومن هذا الذي سلم من الذنوب. فإذا أصاب لذة الإيمان في حلق الذكر ومجالس العلماء ومجالس الصالحين، حمد الله حق حمده وشكره حق شكره، ثم سأل الله عز وجل وتوسل إليه بالعمل الصالح أن يعافيه فيما ابتلي به.
وأن يرزقه الاستقامة الكاملة. ومن أعظم الأشياء التي تعين على الاستقامة الكاملة التي تثبت القلوب وتعينها على البقاء إلى لقاء الله تعظيم نعمة الله عز وجل بالحمد والشكر. كثير من الشباب أصاب لذة الهداية في استقامته ثم بكى عليها أنه لم يجدها. هذه نعمة، وهل تفقد ونظر في نفسه ونظر في كتاب ربه حينما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما يدريه أنه كفر نعمة الله عز وجل من حيث لا يشعر أو يشعر، لأن البعض يكون في استقامة فتجده أغفل ما يكون عن الحمد لله وشكره. النعمة تحتاج إلى شكر. إذا جلست في مجلس ذكر فسمعت آية من آيات الله أو حديثا من حديث رسول الله فاحمد الله أن الله علمكها، وإذا وجدت علما أو وجدت شيئا يدعوك للاستقامة حمدته، فإذا حمدته زادك الله. وإذا جئت فوجدت نفسك تصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل بمجرد ما تنتهي تحمد الله، فالحمد غفل عنه الكثير. كان الناس إلى عهد قريب تجد الرجل بمجرد أن يرى ما يسره يقول الحمد لله حتى على النظر الذي يسره، يحمد الله عز وجل أن الله أراه ما يسره. يدخل إلى بيته فيرى ابنه على الاستقامة يقول الحمد لله، يرى زوجه تذكر الله يقول الحمد لله. فما دمنا نحمد الله على استقامتنا واستقامة ذرياتنا وأزواجنا فإن الله يتأذن بالزيادة. لكن إذا أصبحنا ندلي على الله، فيأتي الرجل في المجلس ويقول والله عندي 4 أولاد والحمد لله محافظين على الصلاة مع الجماعة ومحافظين على حلقة الشيخ فلان وعلان وفلان وعلان، وهو يحدث بذلك دون غرض شرعي صحيح اللي هو تحدث بالشكر، يحدث بذلك في بعض الأحيان قد يغفل فيكون حديثه أشبه بالرياء، أن يحمد أولاده أن يعرف أنه صالح، فلا يزال الشيطان يأتي من باب الخير حتى يجره والعياذ بالله إلى الرياء. فهذا مما يسبب الانتكاسة، الغفلة عن الشكر. ولذلك الوصية بالشكر والحمد. إن الذي يشكر الله موحد لله عز وجل، من توحيد الله الشكر. ولذلك أثنى الله على الخليل ووصفه بصفة عظيمة فقال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. متى؟ شاكرا لأنعمه، فوصفه بهذه الصفة. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يريد الاستقامة أن يشكر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك أن تغتر بالهداية، إياك أن تغتر بالاستقامة، وعليك أن تكثر من حمد الله وشكره وتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا تزال في خوف من الانتكاسة ما دامت روحك في جسدك. ولو بلغت 100 سنة وأنت راكع ساجد لا تأمن من مكر الله ولا تأمن من سوء الخاتمة، بل عليك أن تجد وتجتهد. وإذا وفق الله العبد للأخذ بهذه الأسباب ونحوها مما يعين على الاستقامة فإنه سيثبت قلبه ويسدد لسانه ويعصم بعصمة الله عز وجل. ومن أعظم ذلك أن يستكثر من خصال الخير، من تلاوة، من الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد. أين المستغفرون؟ أين الذاكرون؟ كم قرأت في كتاب الله في فضل الذكر؟ سل نفسك إذا خرجت من بيتك إلى عملك كم تذكر الله؟ كم تسبح؟ كم تستغفر؟ كم تهلل؟ كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سبحان الله، تقول أنك مستقيم والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تقول أنك طالب علم، لو جئت تفتش عن نفسك حتى التهليل 100 مرة في الصباح والمساء قد يفوتك. أين أنت؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسادكم. إذا لم تطع الله عز وجل فيما أمرك فليست باستقامة. تحقق هذه الأمور التي تعلمتها تطبقها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. غفل الأخيار والصالحون وأهل السنة عن الذكر حتى أصبح ذكر الله كثيرا يظن بصاحبه أنه مبتدع. جلس رجل مع رجل فجلس يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه من طلبة العلم، فإذا به يلتفت إليه بجواره يقول له: يا أخي أنت تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة. تجاهلنا السنن حتى أصبحت لأهل البدع، فأصبح من يستن مبتدعا.
المعروف منكرا المنكر معروفا حتى بين أهل الحق وبين أهل الخير، هذا هو البلاء، أننا نعلم ما ندب الله إليه. يسمع العبد أن الله أمر بالإنفاق لوجهه وستر العورات تكريم، تجد عنده الألوف وهو من طلبة العلم، ويرى أخاه ضائقا في إيجار أو ضائقا في كربة أو نكبة، أو عنده زوجة تريد أن تضع وهو قادر على أن يواسيه ويساعده ولا يسأل عن شيء من ذلك، ثم ما شاء الله مستقيمون ملتزمون وطلبة علم. أين هذا؟ هذه الأعمال الصالحة الأجور الفاضلة التي ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الواحدة ربما يثبت الله بها القلب إلى يوم لقائه. الصدقة الواحدة قد يغفر بها للعبد ما تقدم وما تأخر من ذنبه. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ندب الصحابة إلى الإنفاق لغزوة العسرة، فجاء عثمان وصب الذهب في حجره فأخذ يقلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن كيف يكون الإنسان عنده المال وعنده الخير وهو يرى إخوانه من طلبة العلم وهو ينتسب إلى العلم وماله أحب إليه من أخيه؟ هذه استقامة؟ بخيلا بماله، بخيلا بذكر ربه، ثم يقول إنه ينتكس، ثم يقول والله إني ضعيف ما أجد حلاوة الإيمان. يا سبحان الله، لا يهلك على الله إلا هالك. لا تشين الدعوة ولا تشين الاستقامة. كثر في مجالس الذكر والمحاضرات والندوات عبارات: أنا مستقيم وأخاف الانتكاسة، أنا مستقيم وأجد فتنة كذا، أنا مستقيم. حتى إن الجاهل لو يسمع هذا أصبح شينا على أهل الاستقامة والاستقامة. الاستقامة بمعناها الحقيقي بريئة من هذا. متى حق لك أن تصف نفسك بكونك ملتزم؟ أبهذه الصورة التي وضعتها لنفسك في هيئتك ومظهرك هي الاستقامة؟ كلا والله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، ليست بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتسمي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، استقامة الحقة. ولذلك كثير من الخلل تجد عند المتأخرين في التزكية سواء في العلم أو غيره، فتجد البعض يستقيم حتى في العلم، تجد البعض يعطي نفسه تزكية في منهجه وفكره وهو يجهل أبسط الأشياء، ولربما ينتسب للكتاب والسنة وهو أجهل ما يكون بأبسط الحقوق للمسلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يزكي نفسه، فهو يزكي نفسه بالاستقامة، فاقد لهذه الاستقامة. أمن الاستقامة أن يكون الإنسان أجهل ما يكون بذكر الله عز وجل؟ قل أن تجد إنسان ينتكس وهو يكثر من ذكر الله عز وجل. من الناس من استقام لربه فقل أن يمر عليه اليوم إلا وعنده ألوف التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، لأن القلب محترق من الشوق والحنين إلى طاعة الله فيستقيم بصدق. ينتهي من المسجد، يخرج من المسجد: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا سبحان الله، سمع أنها تملأ ميزانه وتملأ ديوانه من الخير، أفلا يكثر منها؟ يخرج من المسجد وهو يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله. وإذا أراد الله به خيرا استغفر الله لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. من استغفر للمسلمين كتب له على عددهم من الأجور. لو قلت رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين ما بقي مسلما إلا استغفرت له، فبعدد هؤلاء المسلمين الذين استغفرت لهم كما في حديث الطبراني يكتب لك الأجر. أين هذا الفضل؟ لو ملأ ميزانك هذا الخير لن يجد الشيطان عليك سبيلا، لأنه إذا قويت النفس من كثرة ذكر الله عز وجل ومن كثرة شكره والإنابة إليه قوي الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ما حرص أحد على الإكثار من ذكر الله والإكثار من الأعمال الصالحة من تفريج الكربات ومواساة المسلمين وقضاء حوائجهم إلا ثبت الله جنانه وسدد لسانه وشيد أركانه في الطاعة أركانه وجعله من خيار عباد الله. إن من عباد الله من استقام فصار على طريق الإسلام وتخلق بأخلاق الكرام فنال أعالي الرتب وحاز أعالي الفضل بتوفيق الله عز وجل. الكلمة الأخيرة: لا ترحم نفسك في وصفها بالاستقامة، لا ترحمها، قل لها: لست بمستقيمة حتى تثبتي لي أنك مستقيم.
لست بمستقيمة حتى تحافظي على أوامر الله وتجتنبي نواهي الله وتكوني أكثر ما تكونين ذكرا لله وحرصا على إسداء الخير لإخواني في الله، وعندها يحمد القوم السرى، لا يزال الصادق في استقامته يحاسب نفسه حسابا عسيرا حتى لربما وقف في آخر أعتاب الدنيا يبحث عن حسنة يزيدها في ميزان حسناته. نعم، الاستقامة تجد المستقيم الحق حتى في آخر رمق الموت وهو على سكرات الموت يبحث عن الحسنة، فضلا عن كونه في صحة وعافية. وإذا أردت أن تكون كذلك فانظر إلى غيرك، وإذا نظرت إلى لسانك أنه يتكلم فاذهب وانظر إلى من أصابته الجلطة فأصبح يبحث عن الحرف الواحد ينطقه مستقيما حتى تشغل لسانك بذكر الله. وإذا عافاك الله في بدنك وجسدك فاشتغل بكل ما تستطيع من ذكر الله وطاعته والإنابة إليه حتى يقوي الله عز وجل طاعتك واستقامتك ويجعلك من المستقيمين بحق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أقوالنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واصرف عن الفتن قلوبنا. اللهم اصرفنا إلى طاعتك وثبتنا على مرضاتك. اللهم إنا نشكو إليك بعدنا عنك وغفلتنا عن ذكرك وشكرك، يا منتهى كل شكوى، يا سامع كل نجوى. نسألك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألهج بألسنتنا بذكرك، اللهم ألهجا بذكرك، اللهم ألهجا بتلاوة القرآن، اللهم ألهجا بتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا. اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته، اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته وشرحت صدره ويسرت أمره، اللهم اجعلنا ممن شرحت صدره ويسرت أمره، اللهم اجعلنا ممن شرحت صدره ويسرت أمره، اللهم اكفنا هم الدنيا وهم الآخرة، اللهم اكفنا هم الدنيا وهم الآخرة، يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم ثبتنا على الهدى، واسلك بنا مسالك الرضا، اللهم خذ بنا بنواصينا لكل أمر يرضيك عنا، اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تقدمنا إلى شر، اللهم لا تؤخرنا إلى شر، اللهم لا تقدمنا إلى شر، اللهم اعصمنا بعصمتك وبطواعيتك وطواعية نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن أطاعك فرضيت طاعته وتقبلته وتقبلت منه وقبلت منه عمله، يا أرحم الراحمين. اجعلنا من المقبولين، واجعلنا من هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وإرجاف وإبطال المبطلين. اللهم اخرس عنا ألسنتهم بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين. اللهم سدد سهامنا وصوب آراءنا، واجعلنا على ما يرضيك عنا في أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين.
اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.